بسم الله الرحمن الرحيم الاعمال اليوميه اسمي احمد انا طالب مجد استيقظ صباحا باكرا ثم اتوضا في الحمام وبعد الوضوء اذهب الى المسجد للصلاه الصبح جماعه وبعد الصلاة أقرأ بعض الآيات من القرآن، ثم أرجع إلى البيت لأغتسل، وبعد ذلك أستعد للذهاب إلى الجامعة، في الساعة السادسة والنصف اتناول الفطور ثم اذهب الى الجامعه مع اصدقائي في الجامعه اتعلم اللغه العربيه واللغه الانجليزيه وغير ذلك تنتهي الدراسه في الساعه الثانيه عشره ظهرا فأرجع إلى البيت بالحافلة ثم أصلي صلاة الظهر وأتناول الغداء، ثم أستريح أو أنام قليلة، في الساعة الرابعة أصلي صلاة العصر، وبعد غروب الشمس أصلي المغرب. ثم اقرا بعض الايات من القران وفي الساعه السابعه اصلي صلاه العشاء ثم اذاكر دروسي واعمل الواجبات المنزليه ثم انام والحمد لله